بس هذا الصف اللي عم بعمله اليوم مشوق ومهضوم وعددكم مهضوم كمان، بس بدنا نكون عم نعمله تكملة تانية مع مس بيتي. يعني رح بلش انا وياكم فيه. انا بهمني اليوم مش يكون تكنيك ظابط وهيك، لا اكيد هذا شيء بهمني، بس انا اليوم ما بدي اتعبكم كثير، بدي بس ظبط كم شغله فيه نحفظه وبعدين نبقى بالساعه اللي بعدها هو ذاته رح نعيده انا وبدن بيتي. هي بتشتغل معكم تمثيل وانا بشتغل معكم تكنيك وبوزيتيف. ده النهارده الكلام ده؟ لا طبعا لا، وهو ما بده كثير، بده شويه تركيز بيخلص معه. اذا انا بدي بعرف انه عم تخدم مع مدام بيري، بس انا بس مختصر بسيط. مثلا هيدي السول هي زمنها أربعة، هيدي زمنها اثنين، واللي حدا زمنها واحد، انما موصولين مع بعض لانه في نوعين وصل بالموسيقى. يبقى ثلاثة. في الوصل اللي مثلا اذا اثنين مع واحد بتوصلون بصيروا قد ايه؟ ثلاثة. او اثنين مع اثنين بتوصلون مع بعض بصيروا أربعة. وفي نوع وصل تاني اللي هي ما بتكون من نوتة لنوتة، بتكون هون هيدي الحالة لازم النوتين يكونوا ذات الشيء. يعني أنا تقول مثلا ري ري، أوكي؟ إذا وصلتهم بتصيروا ري، بصيروا موصولين. في حالة الوصل تانية اللي هي بالغنى، نحن عم نغني. يعني لو أنا بدي أقول لو انا موجوده بكل، مش بس بالغنى، موجوده بالعزف حتى. لو انا بدي اقول دو ري مي، اذا انا عم بعزف فايلن، اذا فيني ما اوصله بيكونوا دو ري مي. ومش استاكاتو، ما خص انه بيكي، اوكي؟ لا هديك استاكاتو سنه، اوكي؟ كمان بالغنى فينا انا اكون مثلا اقول يا عباس، اوكي؟ موصول. فيني اقول يا عباس أربعة تروح كات سول لا أس لا سي. ستوب، بغش الاكزرسيس لأنه بعد لا برجع بعيد لا. سو نحن كبشر بننشد أنه نكفي، هي ذات النوت. سو بياخد نفس وبعيد، أوكي؟ سول لا ذات النوت لا سي، ذات النوت سي سي لا سول فا ري ري نو ري. اوكي من كف من عند الري ري مي فا سول اس سي دو ري مي اس ري نو ننزل ري سول تونيك القرار. هي قصة الغنية كلها. يلا اوكي جملة جملة بعيدة بتعيد وراي مشان ما نطول. سول لا عيد وراي سول لا، اوكي؟ مش تاخد بيت البيت. لا 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 ما تكفوا انتو لا سي، بدي هذا البيت لا سي. اوكي برافو، من نجم عيد سي سي دو. تاخدوا نفس لانه هلا بقلكم هلا عند الموسيقى الاصليه تبعها بتشوفوا كيف تمشي. دو نفس سي لا سول فا. خلينا نعمل هيك الجبلو بس. يلا 1 2 3 4 سول لا سي اس سي سموها تيرس مينور. حدا حكيهم عن هالمواضيع؟ تيرس مينور. اوكي ننزل ثلاثي كاتر، اوكي مع مدام ميري وسخطون، اوكي تريبيا، اوكي ري. الموسيقى بتكمل بعض، يعني نحن اربع اساتذه وكلنا عم نحكي ذات الشيء، بس كل واحد اخذ خط تقدر تنكون انه عم نعمل تنويع بقلب الاكاديميه. بس بالنهايه بالصين الدو هي ذاتها مش رح تختلف، وهذا اكزرسيس عالمي على فكره لكتاب اسمه كون كون. في 50 اكزرسيس، هذا الرقم 2. اوكي يلا 1 2 3 4 سول لا
ستوب بدنا نحترم السيلانس مش حطتكم انا بوان دورك طيب اوكي اوكي يعني بدي لا وناخد نفس اوكي اه بنجلس شوي ظهرنا كمان تطلع صوتكم منيح اوكي بس انا مش هضبط ما بدي فول باور اوكي بدي اياكم تحفظوه لانه يمكن مدام ما بعرف يمكن مدام بيرتي توصف انه شابين عم يتخانقوا مع بعض او يمكن شاب خيفان او بنت خيفان عم تبكي او شو بعرفني يمكن تقول لكم نحن عصفور يمكن تطلب البنات مثلا مثلا بسمك عخدودك شفت الوردات شعرك كرمالي لفيت بغار عليك من النسمات حتى ما تتغلغل فيه هو زيادات يعني منزيدهم بعد هو زيادات منزيدهم اوكي سمعني بغار عليك من النسمات ترم بان ترم ترارارارا ترارا تران ترارا تا 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 شعرك كرمالي لفي شعرك كرمالي لفي بغار عليك عدل لا عدل هدي غنيتك بالمبدا شو هي الحمد لله اذا الله رد يا حلوي شعرك داري يرضى عليك لا تنسي يا حلوي شعرك داري يرضى عليك لا تنسي بغار عليك من نسمات حتى ما حتى ما حتى بغار عليك من نسمات حتى ما تتغلغل في بعرف هلا هي بدها كاركتر انتبه هي كاركترها مثل كاركتر ملحم يعني ايه وما هي الحم ملحم لا انه كاركتر ملحم قصدي يعني هيدا كاركتر الثابت الراكز بس اداء هي الحم ملحم بركات كمان اوكي اوكي شو بنت شعرها فالت اوكي ما في كثير حنان بس في هوا عم بيلعب عرفت اوكي مثل اداء اكثر ما هو عرب واخبار يعني ايه يعني ايه وثابت وبكل ساعه يعني اسمع مش عم بتفلسف بس لا علي لا يا استاذ يا حلوي شعرك داري يرضى عليك لا تنسي يا حلوي شعرك داري يرضى عليك لا تنسي بغار عليك من النسمات حتى ما تتغلغل نسمات حتى ما فيها تكون هيك ما تتغلغل في عفوا اتنين ختمنا صح اوكي بسمات عخدودك شفت الوردات شعرك كرمالي لفي بغار عليك من نسمات حتى ما تتغلغل في يلي شعرك اللي بعدي مشكلة ناقصك تحفظها وناقصك تزيد لك كاركتيرها وعمل العرب اللي بدك اياهم شرط اول شيء تمشوا مع الموسيقى اللي احتجينا من الاستوديو هي قصدك انت على الايقاع الارموني ما هيك يكونوا موجودين ايقاع يكونوا فريندلي يعني يكونوا فريندلي وهي يعني من هلا يعني هي ما بدها تفزلك يعني وهي فرح يلي شعرك شلالا مشري مشري هي مش ري لا 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 ما نعمل غير بليز يعني فينا طب فينا نجيب فيرسيون دو او دو دياز يعني يا لا اكيد مش دو وقت كتير دو عليك يلي شعرك شلالات يحكي للهوى حكايات وبقلبي زادوا وبقلبي زادوا ما هيدا ريتم هيدا وبقلبي زادوا شعرك شفتي قلبي ومرحمتي اه يلي شعرك شلالات بيحكي انا اللي تملي بفيك هو ندان الوقت بان قفل وخلي العمال قفل قفل هو لسه بيجي بيحكي شوف انا تنانين شنين انا انت عامل واسع ويقولوا له يا
بشوف الاوضه لغايه فين يعني. كيف تمشي فيها؟ كيف قادر تمشي؟ انا قادر دغري توطي عم تسمع موسيقى غير محل. طبعا طبعا هو الوصاد حي والذي تحيي ترد بترد كلمات وع وع وقف ودنا هتبوظ خلاص. ايوه ايه المشكله يعني عادي لما بقيس طبعا وانا بسمع الاغنيه عادي بيحصل لي كيف تظبط معك؟ ايوه تظبط معي انا بقيس بس بشوف هذا بينعمل اطروحه على هذا الموضوع. طيب خذ لي هون تنشوف تلت بتلت تلت بتلت كلمات يا عيني عليك يا قلبي لا بخطط ولا بحوارات واحد بعد عن الميكرو لانه في ايكو كتير. اوكي انا عايز بس طلع فيه وغني واعطيني فول فويس مثل ما بدك تغني على المسرح. مش عايز ادي فول بس فويس بس انا كيف بدي اوكي ما انا عشان ما انا هقول لك السبب. بص هي في اكتر حته فيها اللي كانت ضايقتني في دي. اوكي بعد على الميكرو غني هو اللي صادي حي لا لا بدك تغني مظبوط ولادي تغيرات خطوط اكتر اصل دي اعلى حته ولادي تغيرات اها اوكي عشان كده بقيس على دي بس انا بقيت الاغنيه عادي عادي تلت بتلت كلمات غني ليها مظبوط حبيبي حي. واحد اثنين ثلاث جو تلت بتلت كلمات يا عيني عليك يا قلبي لا بخطط ولا بحوارات اهو بان المستخبي يقولوا له يا الله تعال نعوض اللي فات عوضي على الله ده انا عايش بمهدئات قولوا له يا الله تعال نعوض اللي فات عوضي على الله ده انا عايش بمهدئات هو اللي صادي ما هو انا مش عايز اطلع اوكي لا ما انت كلها تغني رفيع كلمه اصعب وانا عم شوف انه عر لمره بتاكد الطبقه وخلص بقول لك وقف شوفك بكره ساعتها هو اللي صادي حي علمهم أصول الحزن عطهم درس بعيونك الدلع يا كايد قلبهم شوي شوي بس أنا بدنا أخذها أقصر بدك أول مقطع وثاني مقطع إيشو؟ نحن بدنا أخذها كثير طويلة هيدي صرنا أربع نحن بدنا حوالي ثلاث دقائق أو ثلاث دقائق ونص أنت بدك أول مقطع وثاني مقطع براحتك انت اشتبه مش زيت هن زيت اللحم بس بالاداء ذبهم شوي شوي سمعني اياها كلها تشوف رح احط لك اياها نص ايه الدلع يا كايدهم الدلع يا كايدهم اخذ فيها توب هالي لا تحرموني ان شاء الله ادخل فيها توب 1 اخذ فيها توب 1 حلو كان حلو كان غنيك جيد جدا فيه. كيف كان اللي هالي تحرموني منه هذه كان مبسوط كان في كاع كاع صعب يعطيك الف عافيه تحب او تندو بلدخنا والله وميت جبت اخر شيء سمعتها ابو تدوخ والله وميت فيه نحن من العائلتين من علمك بعد قلبي مرسي لكل يور ريسبكت